هذا المساء مع رغدة إبراهيم تناقش الليلة سقوط الوتية، استئناف مفاوضات أم تصعيد عسكري؟ ما هي الأبعاد السياسية لسيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الاستراتيجية؟ ما تأثير هذه القاعدة على العمليات العسكرية على الأرض؟ هل سقوط الوطية سيؤدي إلى استئناف الهدنة والضغط على الأطراف المتنازعة والرجوع إلى طاولة المفاوضات؟ أم أنه سيزيد من التصعيد العسكري بين الطرفين؟ أهلا بكم. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة الليلة من هذا المساء، والتي نناقش فيها سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني فجر الاثنين على قاعدة الوطية الجوية أو قاعدة الوطية العسكرية. هذه القاعدة هي من أهم القاعدات أو القواعد في ليبيا العسكرية، والتي تمت السيطرة عليها قبل البارحة من قبل قوات حكومة الوفاق. من جهة أخرى، كان في أيضا بيان رد فجر اليوم الثلاثاء من قبل القوات أو القيادة العامة بشكل عام، وكان هناك رد على هذا السيطرة أو هذه السيطرة من قبل الناطق الرسمي المسماري، وتحدث عن أنه انسحاب تكتيكي مثلما أشار. هنمشي نتابع هذا التقرير مشاهدينا عن مجريات سقوط الوطية وما بعدها، ونعود لكم من جديد. ابقوا معنا. أعلنت حكومة الوفاق الليبية بعد مناورات عسكرية وكر وفر، أعلنت عن سيطرة قواتها فجر الاثنين على قاعدة الوطية الجوية، القاعدة العسكرية الوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية دون المدنية. واعتبر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أن انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، إنما يقربنا من يوم النصر الكبير وتحرير جميع المناطق والقضاء على مشروع الهيمنة والاستبداد حسب وصفه. كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الوفاق أن السيطرة على الوطية هي قاعدة مضافة لتحرير مدينة ترهونة على حد قوله. وفي رد فعل من القوات المسلحة، فقد خرج الناطق باسم قوات القيادة العامة لواء أحمد المسماري فجر الثلاثاء في بيان متلفز مصرحا أن المشير خليفة حفتر أصدر قرارا بسحب القوات من قاعدة الوطية الجوية، واصفا الانسحاب بالتكتيكي. وأشار المسماري أن عملية الانسحاب كانت ناجحة وتمت تحت غطاء جوي وشهدت نقل كل المعدات والمهام عسكرية، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جوية على القاعدة صباح اليوم الثلاثاء. وحسب خبراء عسكريين، فإن السيطرة على القاعدة العسكرية ستمكن القوات الموجودة فيها من تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات، حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نبدأ ونفتح هذا النقاش مشاهدينا مع ضيوفنا، بداية مع السيد محمد القبلاوي الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني. سيد القبلاوي أهلا بك في هذا المساء. بداية خلنا نحكي شوية عن الأهمية الاستراتيجية لقاعدة الوطية تحديدا، وماذا يعني السيطرة عليها الآن؟ نعم، شكرا بداية أخت رغداء. طبعا الأهمية الاستراتيجية لقاعدة الوطية، لا شك أن القادة العسكريون أو العسكريين هم من يحددونها، ووفق البيانات الصادرة وما تابعناه من بيانات صادرة عن غرفة عمليات بركان الغضب وعملية عاصفة السهلام، وكذلك البيان الذي أصدره السيد رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، هناك أهمية استراتيجية تكمن في أن هذه القاعدة
تحوي مهابط للطيران، وكذلك تستطيع القوات أن تستخدمها لطلعات جوية، كذلك تأتي في مكان استراتيجي. ولعل ما الدليل على ذلك هو دخول قوات الوفاق إلى مناطق باطن الجبل بدون أي مقاومة بعد سقوط هذه القاعدة. وكذلك لا شك أنها لها أهمية، كذلك أهمية تحريرها تكمن في أنها لم تعد هناك أي ميليشيات في خاصرة قوات حكومة الوفاق الوطني وفي المدن المحررة، وهي مدن الساحل الغربي، بحيث كانت تتخذها ميليشيات حفتر أماكن للانطلاق وللهجوم على مدن صبراتة وصرمان وغيرها من المدن التي تم تحريرها. وبالتالي الآن الطوق يكتمل إلى الغرب الليبي تماما وإلى الحدود التونسية، وكل هذه طبعا أهمية استراتيجية عسكرية. أما من الناحية السياسية فلا شك أن أي تقدم ميداني وأي تطور ميداني عسكري يتبعه تطور سياسي، ويفسح المجال ويفتح آفاق جديدة للضغط، ضغط الدبلوماسية الليبية والخارجية الليبية على الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية، سواء الداعمة لميليشيات خليفة حفتر أو كذلك الداعمة لحكومة الوفاق أو التي دائما ما تكون وتطالب بالحل السياسي للأزمة الليبية، كما رأينا في إحاطتنا لمجلس اليوم وفي كلمة ليبيا التي ألقاها نعم مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة سيد طاهر السني، أن حتى لغة الخطاب ولغة الحديث لا أقول تختلف، وإنما تتخذ طابع التصعيد، وهو أمر منطقي جدا في كل الصراعات. لابد طبعا أن يتبع الصراع العسكري صراع سياسي وتطور سياسي، وهنا تكمن الاستراتيجية الكاملة سواء كانت من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية التي أوردها القادة العسكريون في حكومة الوفاق الوطني. وهيكون معنا أيضا بعد قليل حتى نتحدث النطق باسم بركان الغضب، حتى نتحدث عن الجانب العسكري هذا أكثر، بس خليني معك في مسألة الجانب السياسي مثل ما أشرت الآن إلى نقطة بأن هذا يفتح باب لاستئناف المفاوضات، أو ربما المفاوضات من مركز قوة، خلينا نقوله من ناحية. اليوم البعض يقول بأن التدخل التركي هنا هو من فتح لكم الوطية، أو هو ما حسم معركة الوفاق كما يقال. نعم طبعا، بداية حتى تكون الأمور واضحة، ما قصدته يفتح الآفاق والدخول في مفاوضات مع الدول الداعمة، وإلا حتى لا يفهم أن هناك مفاوضات مع حفتر، لأنه حكومة الوفاق اتخذت قرار بأن حفتر ليس شريكا في العملية السياسية، حتى تكون الأمور واضحة لدى المشاهد الكريم. أما فيما يتعلق بسؤالك، لا شك أن المتتبع للأحداث العسكرية والتطورات العسكرية يرى بوضوح التطور العسكري والميداني لقوات الوفاق بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب التركي، وهذا تطور منطقي وتسلسل منطقي للأحداث، بحيث أن كان هناك دعم لحكومة الوفاق، سواء كان دعم بالأسلحة النوعية أو العتاد، كذلك دعم لوجستي، دعم في تدريب قوات حكومة الوفاق في بعض أو تبادل المعلومات المخابراتية والأمنية، وكل هذا لا شك يصب في صالح حكومة الوفاق. نحن نتحدث عن دولة عضو في حلف الناتو، بل هي تعتبر ثاني أكبر قوة أو أقوى قوة عسكرية. طيب. بعد نعم ذكرت نقطة حلف الناتو، من جهة أخرى السراج تحدث أيضا عن طلب مساعدة حلف الناتو لليبيا في المجال الأمني، ممكن نعرف طبيعة هذا التعاون اللي ممكن يكون بين الناتو وبين حكومة الوفاق؟ نعم، هو هذا الطلب طبعا جاء في إطار تحقيق أو تطوير التعاون الليبي مع حلف الناتو، خاصة
أن حكومة الوفاق وليبيا عضو في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية هي القائد الفعلي إن صح التعبير لحلف الناتو، وهي من تقدم وتتقدم بأكبر ميزانية في هذا الحلف، وبالتالي لها التأثير القوي. فالتوافق أو التبادل الأمني والدعم الأمني الذي يقدمه حلف الناتو لليبيا هو بدأ منذ 2011، واتضحت ملامحه كثيرا في 2016 عند محاربة حكومة الوفاق لأكبر معقل لتنظيم داعش خارج بلاد الشام سواء سوريا أو العراق، وهو تنظيم داعش والحرب التي أعلنت عنه عليه في مدينة سرت. وكان هناك تبادل أمني عسكري مخابراتي لكل تلك العملية، وبالتالي حلف الناتو يسير وفق هذه المعطيات، ودائما ما يجدد دعمه لحكومة الوفاق خاصة مع التطورات التي تحدث. ونحن نعلم أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية وهي ذات السيادة في ذلك. بالحديث عن الدول معها نعم سيد القبلاوي، بالحديث عن الدول التي تدعم سوى هذا الطرف أو الآخر، هنا نتحدث عن دعم الإمارات اللي ذكرت حضرتك البارحة تقريبا تعليقا على السيطرة على قاعدة لوطيا، وأيضا ذكره اليوم السيد السني في مجلس الأمن في إفادة ليبيا في مجلس الأمن، ذكر دور الإمارات وقال بأنه لدى حكومة الوفاق أدلة ووثائق تثبت تورط الإمارات في دعم القوات المسلحة أو القيادة العامة بشكل عام. يعني طيب، ما مدى حقيقة هذه الوثائق وكيف تبعتم هذا الموضوع أكثر؟ يعني كان تحكي بس للمشاهد هذا الجانب. نعم طبعا، الأدلة والوثائق والإثباتات حقيقتها دامغة وليست مجرد حديث ومجرد كلام. شن هي الدلائل؟ هناك دلائل بالأسلحة والعتاد والدخائر التي وصلت إلى منشيات خليفة حفتر، وتم رصد وتتبع دخول هذه المعدات. كما تعلمين ولابد أن يعلم المشاهد أن كل قطع السلاح والعتاد خاصة الثقيلة منها لا يمكن العبث بها ونقلها من مكان إلى مكان أو بيعها أثناء إجراء عقود الأسلحة إلا وفق شروط مضبوطة ومعلومة لدى مجلس الأمن. وبالتالي فحركة هذه الأسلحة، نحن نعلم أن مثلا على سبيل المثال الطائرات المسيرة هي مباعة للإمارات من قبل جمهورية الصين، لذلك مندوبنا اليوم في الأمم المتحدة طالب هذه الدولة بإبراز الوثائق التي تؤكد أن الإمارات هي الانديوزر أو المستعمل النهائي لهذه الأسلحة ولهذه النوعية. ونحن نعلم أنها صدرت للإمارات ووفق اتفاقية شرعية بس بين دولة الإمارات. البعض يقول لك نقطة نعم مهمة. نحن نعلم أنها أبرمت باتفاقية شرعية بين دولة الإمارات والصين، باعتبار أن الدولتين يملكون السيادة الوطنية وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. لكن نقلها إلى ليبيا، هل تم بموافقة الصين أم لا؟ هذا ما سيتم الحديث عنه. أما أنه نقل من الإمارات هذا أمر مفروغ منه وانتهى. بس بموافقة الإمارات كدولة يدل على ذلك. نعم. الإمارات كدولة أو خلينا نقول في شركات لهذه الأمور. يعني البعض يقول اليوم أنه الدعم الروسي لا نسأل فيك حتى الناس تفهم. تمام. شركات أسلحة روسية خاصة ممكن تتصرف، هذا أيضا في شركات أيضا أخرى أمريكية وساعدت ممكن حكومة الوفاق في فترة من الفترات. هل ممكن تتصرف الشركات هذه بدون إذن حكوماتها؟ يعني خطر نشوف الموقف الرسمي الروسي. لا يمكن مع الحل السياسي هنا شركات. نعم هناك فرق بين الشركات الأمنية التي تقدم خدمات لوجستية أمنية كحماية الشخصيات مثلا،
كوضع خطط أمنية مثلا، هذه باستطاعة أي دولة مثلا تبرم مع شركة أمريكية كما حدث بلاك ووتر مثلا. ومع ذلك هناك قضايا الآن تلاحق الولايات المتحدة في هذه القضية، ولكن يختلف أو تختلف طبيعة العقود الأمنية على العقود العسكرية المتعلقة بالأسلحة، خاصة الأسلحة الثقيلة، تتحدث عن طائرات مسيرة، تتحدث عن منظومة دفاع جوي، عن صواريخ لمدى بعيد. هناك أشياء لا يمكن الحديث عنها وأن تقدم عليها شركات، خاصة في دولة مثل دولة الإمارات وهي من العالم الثالث ودولة شمولية، ولا يحكمها دستور، ولا يستطيع مثلا الشعب أن يحاسب حكومته وأن يحاسب مثلا من يقيم عليه هناك. وبالتالي فلا يمكن تصور أن شركة أمنية مقيمة في الإمارات أو لها فرع في الإمارات تخرج قطع مسلحة بدون علم، بل بدون أمر علم الدولة ومن يحكم هذه الدولة. وبالتالي تصور بعيد جدا، لذلك كل الوثائق والأدلة تثبت تورط دولة الإمارات في سفك دماء الليبيين. طيب. ونحن أكدنا مرارا أن ذلك لن يمر هكذا، إلا ستكون هناك محاسبة لمن اقترف ولمن سفك دماء الليبيين، سواء دولة الإمارات أو غيرها. بس مش يعتبر مر هكذا. مش يعتبر مر هكذا. شنو الخطوة الجاية بعد تقديم هذه الأدلة والوثائق اللي تحد يعتبر مر؟ يعني الآن هذا الدعم ماشي لفترة طويلة ومر. نعم، وتحدثتم أيضا عن حتى عن فاغنر الروس كذلك، وعن دعمهم للقيادة العامة من جهة أخرى، وأيضا هذا الأمر يبدو أنه مر. يعني الآن شن هي الخطوة الجاية بعد تقديم الوثائق والأدلة اللي تحدثتوا عليها اليوم؟ نعم، الآن اليوم تم رسميا طلب جلسة خاصة متعلقة بهذا الموضوع من قبل مندوبنا في الأمم المتحدة في حاطته اليوم أمام مجلس الأمن، طلب رسميا جلسة لهذا الغرض. لابد أن يعلم المشاهد، لا شك أننا أمام معوقات كثيرة لإدانة الإمارات ولإدانة فرنسا ولإدانة مصر، لا شك. لماذا؟ لأن هناك انقسام سياسي موجود وواقعي ولا نستطيع أن ننكره، ولكن هذا لا يعني أننا نقف مكتوفي الأيدي ولا نتحرك باتجاهات الدبلوماسية في الدفع بخطوات سواء كانت قضائية أو قانونية أو غير ذلك من المسارات المتاحة أمام الدولة الليبية وأمام الدبلوماسية الليبية. لذلك نحن الآن طلبنا بهذه الجلسة، سنناقش ونضع الأدلة ونشارك الأدلة كما ذكر مندوب ليبيا مع لجنة الخبراء للعمل على إدانة. أول خطوة لابد أن يكون هناك إدانة من مجلس الأمن حتى نتحرك في المستوى الآخر، وهو مقاضاة أو معاقبة هذه الدولة على ما اقترفته في حق الليبيين. ليس سهلا الوصول لهذا الهدف، لكن بالتأكيد لن تسكت الدبلوماسية الليبية وستسعى بكل ما لديها من قوة، وستثبت بكل الأدلة المتاحة إليها والمتوفرة لديها، وستشركها للجنة الخبراء حتى نصل لهذا الهدف. نعم، تحدثتم عن مثل ما ذكرنا اليوم في هذه الإحاطة، تحدثتم عن مرتزقة فاغنر الروس اللي موجودين في صفوف القيادة العامة من هذه الجهة. نعم. لكن أيضا الحديث كثر في الفترة أو في الآونة الأخيرة عن المرتزقة السوريين كذلك، أو عذرا طبعا على هذه الكلمة، أو التركمان أو كما سميت يعني حسب المرصد السوري هنا، وذكروا مجموعة تصل إلى 8900 عنصر تقريبا موجودين في صفوف إن شاء الله عدد حكومة كبير. الوفاق نسأل فيك أكيد باش توضح. نعم. أولا المعلومات كلها يريدها المرصد السوري، ونحن نعلم جيدا موقع وفي 3000 تقريبا يتدربوا أيضا في 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 تركيا تقريبا أو في سوريا أيضا، هذا من ضمن ما ذكر فيه. لا، احنا موضوع قواتنا التي تتدرب هذا معلن، وعند التخرج تقوم هناك حتى الإعلام ونقوم بتصوير هذه التدريبات ومعلنة، ولكن متوقفة بسبب جائحة كورونا حقيقة. توقفنا تقريبا آخر دفعة
وكانت دفعة أمنية وليست عسكرية الأخيرة في أنقرة في شهر في تقريبا نهاية ديسمبر أو بداية يناير، وتم توقف البرنامج، وهذا وفق المذكرة المبرمة بيننا وبين تركيا. أما ما يريده المرصد السوري هو طبعا كل المعلومات المتعلقة بما وصفتهم حضرتك أو وصفهم الإعلام بمرتزقة سوريين، هو طبعا مرصد يتبع وممول من دولة الإمارات ويتبع لهذا المعسكر، ولا يستطيع أن يثبت بأي دليل من الأدلة، ونحن نثق في هذه المعلومات لأننا أبرمنا اتفاقية. كون أن هناك تركمان وأصولهم سورية أو غير ذلك هذا لا يعنينا، نحن نتحدث عن جنود يحملون الجنسية التركية وموجودون في قائمة أو في الهيكل العام للجيش التركي، وأعلننا ذلك منذ البداية. والعدد ليس كما ذكر المرصد السوري، وإنما هي يعني كل المجموعة بما فيها المدربين وبما فيها المعلوماتية والمخابراتية وغير ذلك، كما ذكرها رئيس المجلس راسي تصل إلى مئات فقط من الجنود وليس بهذا العدد، ولا لو كان هذا العدد 8000 مقاتل ممكن احنا الان بعد حتى الجفره يعني وحررنا حتى الجفره. طيب اخر شيء سيد مساعده كبيره جدا مع هذا الباب. اخر شيء سيد القبلاوي، اليوم هل سقوط الوطية هو ترسيخ لتواجد التركي في المنطقة الغربية في ليبيا، وأيضا البعض اعتبره هو محاولة لإفشال إيريني، خاصة أنه حتى اليوم في هذا الإحاطة كان في شوية مهاجمة من قبل السني لعملية إيريني في البحر المتوسط؟ لا طبعا، هو احنا المذكرة قبل إيريني، هو على العكس تماما، وعملية إيريني هي من جاءت لمناكفة سياسية مع الدولة التركية، لذلك وبعدم التشاور مع حكومة الوفاق، وكانت أسبابنا واضحة لرفض هذه العملية. لكن دعيني أجيب عن الجزء الأول من السؤال وهو مهم جدا، هل تحرير الوطية ترسيخ لوجود الوجود التركي في الغرب الليبي؟ ليس صحيحا. الحكومة الليبية المعترف بها حكومة الوفاق عينت ممثلا لها لدى الأمم المتحدة، وقبلت أوراق اعتماده يوم 6/1، وبالتالي لها السيادة المطلقة ولها الاعتراف التعددي كما يسمى في ميثاق الأمم المتحدة وفق المادة أو القرار 257. فلذلك لهذه الحكومة الحق في إبرام أي مذكرة وأي اتفاق سياسي أمني عسكري تراه مناسبا للحفاظ على مصالح الدولة الليبية. عملية الوجود التركي هو في إطار هذا التعاون فقط. أما فيما يتعلق بإيريني فرفضنا كان واضحا لأسباب أوردناها. اليوم معالي وزير الخارجية استقبل اتصال من وزير الخارجية الإيطالي من لويجي دي مايو، أكد أكد خلال هذا الاتصال أن هذه العملية ستتم لمراقبة كذلك الحدود الليبية المصرية والأجواء في المنطقة الشرقية، وإذا ما تبين ذلك سنتخذ خطوات مغايرة للتعامل مع هذه العملية. وفق مصالح حكومة الوفاق وليس وفق مصالح أخرى. نشكرك جزيل الشكر سيد محمد القبلاوي ناطق باسم خارجية حكومة الوفاق الوطني على وجودك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا فاصل ونعود لاستكمال هذا النقاش مع باقي ضيوفنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد في هذا المساء. نستقبل معنا عبر الهاتف سيد عبد الحكيم معتوق الكاتب الصحفي، وكذلك سيادة العميد محمد دوة أيضا. سيد أو سيادة العميد أهلا وسهلا بك في هذا المساء بداية. سيد دوة أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خلينا نبدأ معك بداية في ماذا بعد خطوة السيطرة على الوطية؟ اولا ارحب بكم. اهلا وسهلا. وصحة فطوركم. يعطيك الصحة. ونحيي ضيفكم الكريم استاذ عبد الحكيم معتوق.
ونهني الشعب الليبي الأحرار والحراير بتحرير قاعدة الوطية وباقي المدن الليبية الأخرى في الطريق إن شاء الله من المتمردين الخارجين على شرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعالميا وحلم الليبيين لبناء الدولة المدنية وإن شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد. وطبعا بعد ما تحرير مش مدينة الوطية أسماء قاعدة الوطية أكيد إيه طيب طبعا بعد تحرير قاعدة الوطية طبعا في تحرير مدن ثانية شن تفتح شن إضافة الوطية بالنسبة لفتح المدن الثانية بالنسبة لكم مهمة جدا قاعدة الوطية ممكن نسأل فيك باش توضح للناس سيد دوا قاعدة الوطية هي العمود الفقري في المنطقة الغربية لتحرير المدن اللي ما زالوا فيها المتمردين أهم حاجة قاعدة الوطية هي الدعم الوحيد اللوجستي والعسكري وكل شيء هي قاعدة الوطية إن أكبر قاعدة في شمال أفريقيا بنتها أمريكا في سنة 42 وتربط ما بين شمال أفريقيا وأوروبا وغيرها وهذه القاعدة لحوالي 6 سنوات يستغلوا فيها الدول الداعمة للإرهابيين المتمردين على الشرعية بجميع أنواع الأسلحة والذخائر هذه الأجسام وهذه القاعدة وعندك علم أن القاعدة 50 كيلومتر مربع من غير الأرض الفضاء اللي مديرينها مشروع للمراعي الإبل هي حوالي 5000 هكتار على مستواها كامل الوطية هذه أخطر قاعدة في ليبيا لدعم الإرهاب وأنا من الناس اللي قلت لك أمس في الوطية واليوم ونفس الشيء وأنا بمجرد العين نشوف كل شيء قدامي باهي الوطية هي بؤرة الفساد وهي سبب الهم والمشاكل اللي صايرة والقتل وكل شيء في المنطقة الغربية هي الوطية وبعدها إن شاء الله هتسمعي بعد ساعات أو أيام هتكون تحرير المدن الأخرى لتابعة للمتمردين وعلى رأسهم مدينة ترهونة مدينة الرجال والأبطال اللي هم مع الشعب الليبي ومع حكومة الوفاق الوطني الشرعية التابعة لليبيا ولأحرار ليبيا وما اعترف بها دوليا طيب خليك معنا خليك معنا بس سيد دوا شوية هنمشي للسيد عبد الحكيم بس هناخد بس رأي آخر أيضا في هذا الموضوع خليك معنا سيد دوا سيد عبد الحكيم معتوق الكاتب الصحفي أهلا وسهلا بك في هذا المساء أهلا وسهلا بك نعم كيف شايف أهمية هذه القاعدة طيب بالنسبة للسيد دوا هي قاعدة مهمة جدا هي من أكبر القواعد من 5 قواعد تقريبا موجودة في ليبيا طبعا اللي عارفين أن هي كانت قاعدة عقبة بن نافع قبل فترة أكيد وأصبحت الوطية الآن طيب بالنسبة لأهمية هذه القاعدة اليوم وسيطرة عليها من قبل الوفاق بكل تأكيد يعني تشكل أهمية استراتيجية للعمليات العسكرية سواء كان عندما يكون هناك اعتداء خارجي على ليبيا أو عندما يكون هناك اقتتال داخلي بين قوة عسكرية يعني تسمى الجيش الليبي وشرعنا من قبل البرلمان وبين مرتزقة وفقا لتقارير وفقا لشهود عيان وصل عددهم 17,000 يعني يعودون في ليبيا فسادا وهذا كان حقيقة كابوس يقضى مضاجع كل الشرفاء في ليبيا وأيضا تدخل تركي ربما تكون هناك وثيقة كانت وقعت بين السراج وأردوغان حول أن تصبح الوطية قاعدة تركية يعني قاعدة متقدمة تركية أحد ركائز حلف النت ولا يمكن أن نغفل أيضا قربها من تونس وكيف تمت هناك تواطؤ بين المخابرات التركية والجهاز السري لحركة النهضة وحديد وصور وشاحنات سلاح ومقاتلين تشرف عليهم السفارة التركية والقطرية وهذا كله موثق فنحن أمام يعني حرب قذرة مسألة الوطنية والشرف
والرجال يعني هذه كلها كليشيهات ومصطلحات مستفزة، لأن هي يعني أنا في تقديري عندما أتجرد ولا أريد أن أكون منحازا، هي يعني تداعيات نكبة أصيبت بها بلد منذ عام 2011 عندما طلب فريق من الليبيين أن يستقوى بالخارج، يعني يستقوى بحلف الناتو، هذا الحلف المرتزق الذي جاء دمر، أسقط نظام ودولة ودمر بنية تحتية ومكن إسلام سياسي عقدي من السلطة، نتج عنه استصدار قرار يشتت منظومة مهنية تكنوقراطية من معلم المدرسة لأستاذ الجامعة لطبيب لصحفي ويسميهم بالأزلام. وهذا القرار المهم هو قرار العزل السياسي أو قانون العزل السياسي، لا أذكر إذا كان قرار أو قانون، المهم أنه صدر عن أو قانون هو صدر عن مؤتمر العام. فنعود ونؤكد بأن يعني الحالة الليبية يعني حالة من ناحية جغرافيا السياسية أصبحت حالة إقليمية دولية، يعني طيب. هي دولة على ذكر هذه التدخلات الدولية، هناك أمر آخر أيضا ذكرت الآن، التواطؤ ما أسميته بالتواطؤ التركي وما أسميته أيضا بالتواطؤ التونسي من جهة أخرى لتسهيل هذه العملية، لكن اليوم مثلا في جلسة مجلس الأمن في إحاطة ليبيا تم الحديث كثيرا وتم الحديث عن وجود وثائق ووجود أدلة لإثبات تورط الإمارات كذلك في هذه الحرب، الحديث كذلك عن دور روسي أيضا، ففي اتهامات من الجانبين بخصوص هذه التدخلات. لا شوفي واليوم الحديث كثر عن فاغنر كذلك. الفاغنر فندها المندوب، كان فندها تقرير وزارة الخارجية، وكان فندها أيضا اليوم المندوب الروسي في موسكو. ثم نحن كصحفيين غادة نريد أن نلمس، نرى بالعين المجرد، هل جاءتك صورة لمعتقل من فاغنر، أسير من فاغنر، قتيل من فاغنر أو من الجنجويد؟ حتى السودانيين نفسه بينما في حالة طرابلس أردوغان يقول بملء فمه أمام البرلمان أنا سوف أعيد الأرض العثماني وسوف أدافع عن مليون تركي من أصل أو ليبي من أصل تركي وسوف أرسل بالمرتزقة وسوف أرسل بالسلاح، يعني بغض النظر عن الاصطفافات مع سوف من تكون مع حفتر مع ولكني كليبي لا أقبل عندما يكون هناك تدخل الإمارات. طبعا هناك معسكر آخر بكل تأكيد، معسكر الإمارات ومصر والسعودية، وهو معسكر ضد الأخوان. طبعا مصر الاستثناء لجهة العمق الاستراتيجي ولجهة الخطر الداهم الذي كان وصل درنا وخطط لعمليات قدرة استهدفت الإسكندرية والقاهرة والسيناء، وما هشام عشواوي إلا دليل كبير على ذلك، يعني وما شاهدته بنغازي. هذا موضوع يعني يطول الحديث فيه، لكن فيما يتعلق بالمعسكرات لا أنفي أن هناك معسكر، ولكن عندما تقول لي فاغنر وتقول لي شنجاويد أتني بدليل، بينما دليلي هو الذي يعلن صراحة وخلصي أكار بالمناسبة منذ 3 أيام إيه بس يقول لك بس يقول لك الجانب الآخر يقول لك أنه أنا هذا التعاون اللي عندي موثق ومحكم باتفاقيات في اتفاقيات دولة. أنا نرجع للشرعية غادة، الشرعية شوفي رغدة أولا باش يمشي الحوار كويس. نعم رغدة أول حاجة يا ست رغدة كل سنة وانت طيب. طيب وانت بألف خير تفضل كم اللي بنقوله موضوع الشرعية في جزئية مهمة غايبة على أنا طبعا شوفي عندما تكون شرعية حقيقية من يعني نابعة من وجدان الشعب الليبي ومن صناديق اقتراع، حتى لو تكون فاطمة الحمصة هي رئيسة أنا ما عنديش مشكلة، هذا ما اختاره الليبيين، لكن تتحدث عن شرعية أي مجتمع في العالم يا رب، أي حتى المجتمع الصومالي ولا المجتمع النيبالي لا يمكن أن يقبل بشرعية، يعني مجلس رئاسي لم يضم في إعلان دستوري وحكومة لم تنل الثقة وهناك محاكم حتى في طرابلس طعنت بأكثر من مرة في أفعال المجلس وحكومته، فكيف لي أنا كصحفي أصدق؟ ثم غير ذلك دعينا من قصة في دقيقة لو سمحت لي أنا عطلت على ضيفك في دقيقة واحدة، دعيني من هذه الحرب اللعينة التي بدأت 4/4 كلهم يتحججون بأننا كنا في هناء وسلام قبل 4/4
ألم يكن قبل أربعة هناك جرو وحصان وبقرة ومضغوطة وشريخان وترتشان؟ ولم يكن هؤلاء، لم يكن النسوة الليبيات يضربنا قدام البنوك، لم تكن هناك حالات اغتصاب يطالبنا عندكم ولاية، لم يكن هناك اعتمادات وهمية بالمليارات. طيب خليك معايا بهذا التساؤل اللي بنسأل فيه السيد دوا اللي معانا على التليفون أيضا. سيد دوا. نعم أكيد كنت تستمع للسيد عبد الحكيم اللي كان يحكي عليه، قال هل كنا نحن في هناء وفي أمن وأمان قبل أربعة وقبل دخول هذا؟ أيضا تحدث عن قصة الأدلة في التواجد الروسي أو التواجد الإماراتي، ما هي الأدلة اللي عندكم؟ نبيك ترد على هذه النقاط إذا سمحت. شكرا استاذ عبد الحكيم، هو فعلا حركات الوطن والوطنية وحركات ليبيا أنا نأيده في كل ما يقوله هو من ناحية الوطنية، الرجل هذا محترم وعنده وطنية لليبيا بصراحة بصدق. أنا في الرجل أنا بهيك مباشرة لكن نتبع في برنامجه ومن حقه. طبعا ليبيا الآن تختل الأمل والأمان فيها من يوم من سنة 2014 من حد بدت عمية الكرامة، من حد بها المتمرد هذا المتخلف عقليا. هو النقطة اللي ذكرها انه هل قبلها كانت الامور ماشية بسلام؟ بالنسبة للجلجاويد اللي يحكي بيهم الجلجاويد استاذ، طبعا مش نوجه الاستاذ عبد الحكيم انه هو مش طرف سياسي باش نتخاصم عن الموضوع كذا، لكن هو ما قلت لك عنده حرقة على الوطن بس ونحترم الرجل هذا. بالنسبة للجلجاويد والفانجر والمرتزقة موجودين، واحنا مشكلتنا في الدول اللي تدعم في هذه الاطراف، لو يعني افتكوا من هذا الدعم الخارجي سواء إقليمي أو غير إقليمي، اللي بيهم مستعدين يقعمزوا في خيمة واحدة ويتفاهموا وما فيش مشكلة بكل. الجرائم يعني اللي ما كانش توقع الليبي، معقولة ليبي يذبح ليبي كان يذبح في الخروف ولا في الناجر؟ ما صحش. هذه اللي ما ملاش أسبوعين يعني. إحنا من اللي جابنا هالمرتزقة؟ جبنا إحنا الليبيين بدينا بدعم شيء لشيء، هذا طامع في الكرسي وكذا. أستاذ عبد الحكيم قاعد في لبنان، أنا قاعد في ليبيا، لكن كل نفس الإحساس، هو إحساس هو إحساسي، نبو ليبيا، نبو نبنو دولة ليبيا، نبو التسامح، نبو التصافح، ما نبوش مشاكل، ما نبوش تو الدول هذه اللي تدعم في ليبيا بالإرهاب وبالمشاكل مادياً ومعنوياً وسلاح وكذا وداخلة بعضها في ليبيا، هذه والله ننصحها نصيحة والله، ننصحهم إنه يحفظوا ما الوجه مع الشعب الليبي، وصيرها ليبيا بتكون دولة مدنية، دولة أحسن دولة عربية، ويحضوا ميت وجههم يخلوا باش يقابلونا أن الشعب الليبي حيعاود العلاقات مع هذه الدول ومع دول العالم اللي هو وقف مع ليبيا بالخير. ما نفتحوا مع علاقاتنا نفتحوا لحدودنا، واللي هو دار معانا الشر مستحيلة نقبل منهم حتى مواطن يدخل ليبيا. نعم داي. أيوة طيب. وبالنسبة للأمن والأمان قلت لك من 2014 شوفوا ثورة في 2011 و12 و13 الشعب الليبي فرحان ويحتفل 17 فبراير وما فيش اختلاف بين هذا أخضر ولا أحمر ولا مخطط ولا كذا، وكل ليبيا تسامحت، الناس عفى الله على ما سلف، وبدت الناس مبتهجة وبدت تشوفوا في ليبيا شنو ليبيا الغد شنو ليبيا كذا. جانا هالمشكلة هذه متاعت المتمرد 2014 عمية الكرمة خربت ليبيا لسه هذه، وإحنا في مشاكلة بدعم خارجي وداخلي عملاء من الخارج وعملاء من داخل، وهذا اللي نقول لك الحقيقة الموجود، وهذا السبب اللي احنا حاصلين فيه توا، والناس تقاتل بعض بعض في والله العظيم شيء راهو يا استاذة غادة راهو والله المشكلة ان شيء حتى قاعدة الوطية حتى قاعدة الوطية احنا امس بعد تم تحريرها لا فيها ما عاش فيها اسمها قاعدة الوطية ولا قاعدة عقبة بن نافع، الان تم اسم قاعدة الوطية باسم جديد اللي هو قاعدة شهداء 17 فبراير، اللي يبي ولا ما يبيش غصب عليهم ابو او ما ابو. طيب هنطلع فاصل سيد دوا، بس النقطة هذه هنرجع لك فيها، نقطة تسمية القاعدة الآن، فاصل ونعود ابقى معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نستقبل ضيوفنا مرة تانية ونرحب الآن بس بالسيد فيصل أبو الرايق المهتم بالشأن العام. سيد فيصل أهلا بك في هذا المساء. أهلا وسهلا بك، وأهلا
وسهلا كذلك بالضيوف والمتابعين الكرام. نعم شكرا لك. خلنا نبدأ معك بقراءتك لسيطرة الوفاق على قاعدة الوطية اليوم. نعم نعم في 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 ظني بأن التدخل التركي كان من خلال الاتفاقية التي وقعها المجلس الرئاسي مع الأتراك، وبالتالي الأتراك حشدوا كافة قواتهم واستغلوا عملية الهدنة الأولى منذ يناير الماضي حتى شهر مارس، حتى الاتفاقات التي حدثت ما بين القيادة العامة والقيادة الروسية التي اعتبرت غير موقعة كجنتلمان أجريمنت. تم استغلال هذه الفرص وجهزوا أرواحهم من خلال القوة التركمانية الموجودة في الجنوب التركي، وأيضا سخروا لها كافة قوات من الطيران المسير، وبالتالي القوة التركية ليست بقوة سهلة، يعني تأتي من خلال التصنيف القوة الثانية في الناتو بعد الولايات المتحدة. القوات المسلحة في ظني بأنها الآن تعود في تقييم الوضع وإعادة دراسة من جديد. بيان السيد المسماري فجر الأمس وهو يأتي ضمن نطاق إعادة التمرد وإعادة التمركز للقوات المسلحة، وبالتالي الجيش الوطني الليبي هو الآن يعود في قراءة الحسابات بعد الطيران المسير الذي أطلق العنان القيادة التركية له واستهدف الكثير، وبالتالي القوات المسلحة فضلت عدم الإضرار بكتائب القوات المسلحة، نقل الكثير منها إلى أماكن معلومة لدى الجيش، بل استعداد وهو قادم وأعطى فرصة حتى للناس لفترة العيد. إذن القوات المسلحة درست الموضوع من عدة خيارات من ضمنها الجانب الإنساني، وكذلك عدم الحاق الأضرار أو ما يعرف به سايد افكت أو كوليترال دامج في المباني حتى تحدث دراسة تقييم للوضع القائم. نعم نعم. طيب من ناحية أخرى الآن البعض يشوف بالنسبة لطرف حكومة الوفاق نحكي اليوم أنه سقوط الوطية سيفتح أو سيكون قاعدة إضافية لتحرير كما يقولون تحرير مدينة ترهونة وأيضا باقي المدن ربما في الجبل الغربي بشكل عام والمنطقة الغربية، يعني هل هذه الخسارة تعتبر بهذه الفداحة بالنسبة لقوات القيادة العامة؟ في ظني بأن ممكن تسبب خسائر أخرى، يعني في ظني بأن ما نعانيه الآن وما تعنيه الكلمة بالمعنى هي حرب حقيقية ما بين الجيش الوطني الليبي الناشئ والوليد مع القوى الثانية في حلف الناتو، وبالتالي هذه الحرب هي عبارة عن معارك. إيه؟ عبر التاريخ لا يمكن أن تكون هناك انتصارات وربح على طول المسار، ومن هنا نفهم بأن حدوث الانتكاسات تحدث حتى في كثير من الحروب، ولكن العبرة تكون بالخواتيم. في ظني بأن مدينة ترهونة وتعتبر كرأس حربة وكتيبة متقدمة للجيش الوطني الليبي، أيضا كثير من القيادات الجيش موجودة هناك، بإضافة إلى الحاضنة الشعبية والحشد الشعبي والقبول الشعبي والرضا الشعبي للجيش الوطني الموجود في هذه المدينة. وهذا على العكس ما وجد في بعض المناطق الأخرى، وبالتالي عملية عدم المساندة الشعبية الموجودة في بعض المناطق قد تكون قد سهلت للدخول التركي أيضا لتغلغ القوى الميليشيات وعدم رفضها في تلك المناطق، حسابات عديدة من ضمنها من ممكن الخوف. لكن في تصوري بأن ترهونة قد تكون هي الكتيبة ورأس الحرب المتقدم للجيش الوطني، ومن هنا في نظري بأن من الصعب عملية تحقيق انتصارات بهذه السهولة التي يتحدث عنها بعض الداعمين لهذا التصور بالأخص طرف حكومة الوفاق. نعم خليك معنا سيد فيصل، هنمشي بس للسيد دوا. في أمر أخير أيضا ذكرت لي قبل الفاصل بأنه سيتم تسمية هذه القاعدة الآن بقاعدة شهداء 17 فبراير، ذكرت. نعم. البعض يقول اليوم إذا كان هذه القاعدة هي ستكون يعني لتكريم شهداء 17 فبراير مثل ما ذكرت، لكن البعض يقول بأنها وكأنها سلمت لتكون قاعدة تركية اليوم. مستحيلة، هذا شيء مستحيل وهذا
برامج يطبل عليه الناس اللي هي فاقدة الوطنية وميولهم لشخص عسكري يتمنوا دائما يحكمهم الحذاء العسكري، مع احترامي للضيوف زوز أستاذ فيصل وأستاذ عبد الحكيم، أقدم لهم كل احتراماتي. بالنسبة للطبال هذا المصماري، هذا الطبال هذا يطمن غير في روحه، عارف روح أن الموضوع منتهي وكل المدن منتهي، ويقول له أنا نقول أنا ضابط حر ولي 45 سنة في الخدمة العسكرية هذه، وعارف شنو يصير في ليبيا، ونقول له استنى احنا جينا غاد، احنا قادمون إليك من الغرب إلى الشرق جميع تحرير المدن. بس خليني نقول لك حاجة سيد دوا، يعني اليوم حكومة الوفاق لا تنفي تعاونها مع تركيا من الجانب العسكري، وهذا ثبت حتى الاتفاقية. هي علنية موجودة علنية ومعروفة. هم تحت الطاولة، حتى مشال روسيا مشال في بارجة قاعد فيها ويضرب فيه الريح في الصقع ولابس كوبية الشتاء وتحت الطاولة ويقولون إذن من أي شيء، ولكن إحنا فوق العارك فوق الطاولة والناس كلها تشوف فينا إعلاميا وغير إعلاميا ونرقصوا بها ونغنوا بها. تركيا حليفتنا ومن قبل حليفتنا، وتركيا هي اللي دارت الضرائب على العالم، اللي كانت في ليبيا أحمد باشا القرمالي، ونفتخر بتركيا اللي دولة إسلامية أحسن من جلجويد وأحسن من الفانجر الملحدين وأحسن من فرنسا وأحسن من الملحدين كامل، على الأقل دولة إسلامية. وتركيا مستحيلة تقعد في ليبيا حتى زمان، مستحيلة، ما تفكريش. هذا دعم وهذا إجراء قانون وعندها مدة معينة وتنتهي يوم اللي تنتهي. علش الآن بس سيد دوا ذكرت أيضا الإرث العثماني من جديد؟ أصلا الإرث العثماني من آخر آسيا حتى للأوندر، مش غير ليبيا بس. بس ليبيا كانت القاعدة الرسمية في بناء أكبر بواخر في العالم، كانت العنصر الأساسي في القوة العثمانية هي في ليبيا، إن كانوا الليبيين أصل الليبيين، الليبيين هم الأدمغة في الحروب، الليبيين هم الصناعة، الليبيين هم اللي فرضوا الضرائب على جميع البواخر في الشواطئ في البحار. الليبيين لهم مجد، لهم تاريخ، الليبيين حاسدينهم حتى في الثورة هذه 19 فبراير، الليبيين حاسدينهم حتى أيام المملكة، الليبيين ما يحبوهمش، وسبب همنا كله من دول الخليج على رأسهم السعودية بماديا ودولة الإمارات ومصر والأردن، هذه الأردن اللي عايشة بالهيبة داي ولا ونحضرهم. الشعب الليبي مستحيلة يقف ساكتا أو ينسى العداء اللي دارهم. احنا تركيا دولة إسلامية في النهاية وعينن ونفتخر بتركيا، ولكن ما نفتخرش بالاحتلال سواء تركي ولا فرنسي ولا مصري ولا أردني. احنا ضد أي احتلال ومستعدين نقاوموا الاحتلال مهما يكون، صديق ولا غير صديق. لو كان نكمل الشعب الليبي لتفضل منا مرة واحدة، والحمد لله لحفة أحفادنا وعمر المختار وتاريخ المختار يشهد بذلك. طيب وما طبعا أنا ما عنديش قضية أما الأستاذ عبد الحكيم ولا غيره، عندي قضية أما شخص ما عندهش وطنية بس فقط، أكثر هيك ما فيش، وخاصة اللي من تحت لتحت وخاصة العملاء. شين جايب من المشاكل هذه؟ مش الوطنية يا سيد دوا، وانت كما ذكرت الآن انت شخص عسكري من سنوات طويلة، يعني مش الوطنية، وسمحني بس لناها نقول لك فكرتي عن الوطنية هي يعني عدم اللجوء إلى تدخلات الأجنبية بأي طريقة كانت. ما عندكش حل ان الشخص اللي بدأ، يعني اليوم الليبيين يقولوا كأنه مش احنا اللي قاعدين نتحارب، وكأنه هم الدول قاعدين يتحاربوا على ارضنا. بس شوف هم جربوا في الليبيين هم حرين كحاجه تفضل، لكن كل ما عندك ما فيش واحد يدير بالخير ليبيا، سواء من الطرف هذا الطرف هذا، سواء يدعم في الطرف هذا يدعم في الطرف هذا. لكن احنا الليبيين مش اغبياء، مانيش من يعني استوبل للدرجه هذه، ما نعرفوش ان هذا استعمار، هذا مش استعمار، من يساعد فينا الخير؟ أصلاً ما فيش حاجة اسمها مساعدة للخير بلاش لليبيا سواء من طرف هذا. مش قصة، هي مش قصة غباء، يعني هي مش قصة stupidity زي ما قلت توا، هي قصة إنه ممكن تكون أطماع عند الناس. مانيش نحكي على حضرتك، مش نحكي على شخصك، أنت شخص عسكري. الدنيا العالم كله مقلوب على ليبيا، ليبيا خير، ليبيا جنة، ليبيا كل ما خلق ربي في الجنة في الدنيا موجودة بها. الخيرات في ليبيا تغني العالم الكل العالم يتكالب عليها، حتى اللي يجيب يساعدك
من جميع الطرف العربي، كل طامع في ليبيا اطماع مدنيين من فرمية يدخل ليبيا ما عادش يخرج. هذه واضحه الامور، مش مشكله سواء دوله عربيه ولا دوله ولا دوله اجنبيه، لكن بعون الله احنا الليبيين مش مغفلين، مستحيل نخلص استعمار سواء تركي ولا غير تركي ولا فرنسي ولا مصري ولا اماراتي ولا سعودي ولا كذا، مستحيل نرضوا. احنا الليبيين احرار، ليبيين مستحيله، ليبيا وليبي ما يرضوش. احنا البراني صح نحترموه، لكن فرمية نحسوا به ان الارض والعرض هذا نموت عليه. وانت عارفه سياده العميد، اكيد سياده العميد محمد دوا، مستحيله مستحيله نرضى اي استعمار في ليبيا، مستحيله مهما يكون صديق ولا غير صديق. هذا اكيد ما يختلف عليه. أيوة. ولا حد. لكن الظرف اللي في احنا توا والمشاكل، احنا كنا لباس علينا لباس علينا، ما عندنا شيء. مشكله بكل الثوره قامت 2011، تغيير من تغيير لتغيير، واصبحت الناس ما شاء الله ماشي الاعمالها ماشي كده. سيادة العميد لوقت البرنامج بس، نشكرك جزيل الشكر. 2014 بتاع كرامه نعم، نشكرك جزيل الشكر سيادة العميد محمد دوا من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بركان الغضب، شكرا لك على وجودك معنا في هذه الحلقة. نمشي للسيد عبد الحكيم معتوق بس في كلمة أخيرة. أكيد استمعت للحديث اللي جرى حاليا مع السيد محمد دوا من ناحية تسمية القاعدة لشهداء 17 فبراير، ذكر نقطة بأنه لن تكون هذه القاعدة قاعدة تركية، وبأنه الظرف هو اللي خلانا ربما حسب ما ذكر هو الآن نستعين بقوى أجنبية بالأتراك مثل ما قال. شو رأيك؟ تعليقك. أولا نرحب بصديقي العزيز فيصل، وهو كل سنة هو بخير لنضمنا. حقيقة يعني لا تستيقفني كثيرا هذه التسميات، يعني ربما هي تحمل بالنسبة لفريق من الليبيين دلالة رمزية، ولكن يعني هذه الدلاله الرمزيه ايضا في تفاصيلها حملت مضمون الاستقواب الخارجي، يعني لان انت تعرفي هذا التغيير الذي يتحدث عليه ضيفك ومش موجود معنا، يعني بدا من حلف الناتو، حلف الناتو هو الذي اسس الى هذا الانقسام الحاد، وهو الذي يعني نتج عنه خطاب المغالبه والقبائل المنتصره والمهزومه والاجتثاثات والتصنيفات والاصطفافات إلى ما هنا. يعني هذه الفوضى هي ليست نتاج ليبي، نتاج مشروع الشرق أوسطي كبير خطط له في ستراسبورغ ونفذ بعناية، وهناك تطروحات كثيرة يعني تحدثت عنه من كونداليزا رايف إلى أوغلو إلى شمعون بيريز إلى بدءا حتى من برنارد لويس. على كل هذا مبحث يطول الحديث فيه. الرجل يتحدث عن مسارين، المسار العسكري والمسار والمسار ومسار المصالحه. طبعا الحديث عن شوفي رغده، هو قال لك غاده على فكره ما صحتلاش يعني. لا عارفه ما قلت هلبة هيك، تفضل كم فالحه في انا بس يعني صححي لي انا مش صار خير كمل. فيحكي عن المسارين، مسار العسكري والمسار السياسي. شوفي يا ست رغدة، اذا كان لا زال هناك نيه مع هذا الذي نسمعه ونطلع عليه من تقارير وصور ومذكرات تفاهم ويعني تصريحات ناريه من خلوس ياكار ومن اردوغان ومن الطليان ومن انا اتصور ان الحميه الليبيه والعناد الليبي ويعني وكسر القرن هذا مساله ليست يعني سهلة ولا يمكن القفز عليها. الحديث عن هجوم مثلا على ترهونة، أنا ابن ترهونة ونعرف خصوصية وحساسية قبائل ترهونة 63، وأنت تعرف أن طرابلس يقتنها أكثر من 250 أو 300 ألف ترهوني، فهني بصراحة أمام قنبلة بتنفجر لا تبقي ولا تذر، لم يعد هناك سبيل لا لمصالحة ولا لحوار ولا لإعادة هيكلة مجلس رئاسي ولا إلى انتقال سلمي السلطة. أنت ماشي يعني لدينا دليل قاطع، وهو عندما دخلت هذه الجماعات إلى صبراتة وسرمان ماذا فعلت؟ هذا ليس كلامي، هذا كلام ستيفني ويليامز. ذبح، حرق بيوت، إفراج عن مسجين متهمين دوليا بتهريب بشر، اعتقالات على الهوية. يعني عليك أن تتخيل أن هذه الجماعات المسلحة الغير منضبطة والمنفلتة والمتهمة بالتعاطي والسرقة تذهب إلى مدينة شديدة الخصوصية، يعني سوف تحصل هناك بحث وغبراء قد تستمر إلى 50 عام. هذا فيما يتعلق بالمسار العسكري. أعطيتك يا نموذج بالنسبة للسياسة من ناحية ثانية، البعض يقول أنه
ممكن تخلينا نرجع لطاولة المفاوضات من جديد بالنسبة لحكومة الوفاق يعني بشروط أقوى؟ إذا كان شوفي مسألة الشروط، أنا قلت لك منطق المغالبة لن يجدي. إذا كان الليبيين يريدون بساط أحمدي وطاولة، عليهم أن يتنازلوا إلى بعضهم، وعليهم أن لا يستقووا بأي خارج، يعني مثل ما قال ضيفك أنا أتفق معها فيه. ولكن ليبيا ست رغدة تحولت إلى ساحة صراع إقليمية، هناك كباش في المتوسط، وأنت تعرفين حتى الناتو نفسه الآن منقسم في ليبيا. من الذي استدعى الناتو؟ استدعاها فبراير أو انتفاضة فبراير أو ثورة فبراير، ومن الذي انقسم على ذاته ثورة فبراير؟ ما هو إذا كان السراج هو نتاج فبراير، فخليفة حفتر هو أيضا أحد قادة فبراير مثلا يعني. فهذا المعسكر هو الذي اختلف هنا، غيب تماما التيار الوطني كمشروع كانتليجنسيا يعني كمنظرين مثقفين كمرجعية كإطار، القبائل لم تعد مكونات بمقدورها ترفع الغطاء الاجتماعي على على التكفيرين أو الخارجين عن القانون، لم يعد هناك قدر أو احترام للكبير سواء كان أب أو أخ أو شرطي مرور أو في فوضى حتى ذهنية رغدة، في مشكلة، في خلل بنيوي حتى في تفكير الليبيين الآن. يعني أنت عندما ترقص وتقول لتركيا، لم تأتي على سواد عيونك، تركيا جاءت لأنه لم يعد أمام أردوغان سوى 3 سنوات لكي يتخلص من قيد اتفاقية أوشي لوزان 2023 هو يريد أن يأتي في الانتخابات الجاية ويقول للأتراك جئت لكم بنفط وغاز من حصة اللي يعني موضوع النفط والغاز نرجع له مرة ثانية. نعم طبعا لا طبعا هي قصة كيكة يا اليونان عليها رغبة حتى قبر، أنت عليك لك أن تتخيلي أن هناك طائرة عمودية مالطية تشوف فوق القرابولي. أين سيادة ليبيا؟ أنا لست مع هذا أو ذاك، أين سيادة ليبيا عندما تصل يعني مروحية مالطية لا تعترضها حتى إطلاقا ليبيا يعني، والليبيين يطبحون بعضهم مثل الخراب. نشكرك جزيل الشكر سيد عبد الحكيم معتوق الكاتب الصحفي، شكرا لك. هنرجع للسيد فيصل أبو الرجاء، أهلا بك مرة تانية. ذكر نقطة توا السيد معتوق عن مسألة سعي تركيا للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز في أو قبالة السواحل الليبية. الآن سقوط الوطية هل يرتبط بهذا السعي التركي إن صح التعبير؟ نعم أستاذة رغدة، دعيني أبادر التحايا والتهاني للسيد معتوق بمناسبة قرب العيد، وبكل سنة وانت طيب. دعني أذكر بأن الاتفاقية التي تم توقيعها ما بين الطرفين هي ضمن ملفين، الملف الاقتصادي مدعوم بالملف العسكري. لاحظنا اليومين الماضيين الحديث وبقوة عن وجود حفارات مسفنة قبالة الشواطئ الليبية للبدء في عملية التنقيب. دعينا نذكر بالأرقام الكميات التي جرى الحديث عنها، وهي المرتبطة ما بين درنا وما بين منطقة البرد شرق مدينة طبرق، الحديث عن حوالي 13 تريليون و800 مليار. إذن الغاز هذه الكميات الضخمة سوف تعوض الدولة التركية من حوالي ناتجها القومي حوالي 50 مليار يتم دفعها من أجل الغاز. إذن عامل الغاز عامل مهم جدا في وجود الجيوسياسي الذي اجتاز المسافات واجتاز البحار نظرا مرتبط بليبيا، اذا الصراع هو جيوسياسي. ناهيك عن الصراع الذي تحدث عنه الساده السابقين، وهو صراع ايضا دول ما يعرف بدول البترودولار دول الخليج وامتداداتها ايضا من خلال الحلفاء في الاقليم. اذا شبكه كامله من الصراعات تدور في ليبيا من اجل المصالح. لاحظنا اليوم حديثا ايضا لوجوده في مجلس الامن القومي المصري برئاسه الرئيس السيسي وعن قيادات الاسرى الرئيسيه في القوات المسلحه المصريه، الحديث بان لن يمكن السماح للعبث في ليبيا وتمدد الارهاب، وبالتالي هناك نبره تصعيديه في القياده المصريه نظرا للمهددات الامن القومي، لان مهدد الامن القومي المصري من ناحيه اخرى. طيب بايجاز فقط لانه هننتهوا من هذه الحلقه سيد فيصل، الخطوه الجايه بالنسبه للقياده العامه برايك بعد هذه الهزيمه ان اعتبرناها هكذا؟ لا اتصور الهزيمه، الهزيمه هذا مصطلح صعب و
ثقيل ويعطي نتيجة نهائية لحرب. يعني في هذه القاعدة يعني بس حتى إذا ذكرنا من الممكن القبول بإعادة التموضع وإعادة التمركز أو المراجعات. هذا ما ممكن تقبل بهذا الأمر، وبالتالي قيادة القوات المسلحة لديها حزمة واسعة أو سيناريوهات موجودة من المؤكد على طاولة القوات المسلحة، ولكن المهم وهو الالتفات إلى مبادرة المستشار عقيل صالح، وهي مبادرة مهمة جدا تناولت القضايا السياسية من حيث التغيير في مجلس الرئاسة إذن تشكيل الحكومة. إذن من الواجب التنسيق ما بين القيادة العسكرية والقيادة. البرنامج انتهى، نشكرك جزيل الشكر، عذرا طبعا على المقاطعة بهذه الطريقة. شكرا لك فيصل أبو الرايقة المهتم بالشأن العام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من هذا المساء. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.